اول حاجه ابعتوا لبعض رسائل، دي حاجه غير مكلفه اطلاقا. ابعت لها رساله الصبح باي ايموجي لطيفه، ابعت لها رساله، هي تبعت لك رساله، الكلام ده لطيف جدا. اسالها تحبي ان احنا نقضي، انا لو انا امكانياتي لا تسمح ان انا اجيب هديه، طب تحبي ان انا اجيب لك حاجه معايا النهارده نتغدى، اطلب اكل. في حد معانا في الاعداد الحقيقه مراته عامله له وليمه النهارده بالظبط، فبالنسبه له هل دي كفايه؟ بالنسبه له هي، بالنسبه له هو ممكن اما نشوف بقى محمود هيعمل ايه؟ احنا عايزين نعرف هي لما يعني هي هتعمل ايه؟ هو هي هيعمل لها ايه؟ وليمه هو بقى المفروض يعمل ايه؟ بالظبط، هو المفروض بقى يشوف هي بتحب ايه؟ دايما في مخابرات صغيره، اولادنا بقى مثلا ايه؟ طب اسامي ايه؟ عامله ايه النهارده؟ والاصدقاء. فانا على قد ما اقدر ان انا لو ما عرفتش ان انا النهارده اجيب لها حاجه او اتكلم معاها في حاجه، ابعت لها رساله واوعدها ان احنا مثلا هننزل بكره، تعالي نقعد النهارده هجيب حاجه طبعا. حتى لو دخلت فعلا بورده بالشوكولاتايه. فانا شايفه ان الاستوديو بره كان في ناس جايبين علبه بسكوت لمراته في الماكير بره، فحاجات بسيطه. مين اللي جاب علبه بسكوت وما قلناش؟ لا هنشوف. انا فتنت عليهم. ايوه بس لفتت نظري قد ايه حاجه لطيفه وبسيطه. طبعا.